المانيا المانيا استراليا يا جماعه. ايطاليا كرواتيا امريكا الجنوبيه كذا. هد هد انت وياه، خلونا نركز وين نروح يا جماعه. ترى المساله وجهه نظر. عطنا اقتراحك يا ابو وجهه نظر. اي اي انا اشوف 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 احنا نروح للمالديف ورا ما نروح النمسا او سويسرا. لا 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 باي من اسمها فلوسها كثير. اهدى. طيب اقترح انت. نروح الاكوادور. انت عارف وين مكانها ذي ولا قلتها كذا بس؟ اسمها رهيب كي تحس فيه كودره في الموضوع. لا يا شيخ يا عيال خلوا موضوعكم علي، انا عارف من اللي يدبركم. انا يا عيال اشوف موضوعكم سهالات، ما يجزي مني اقدر اسنعكم. تكفى يا الذيب تكفى يا الذيب سنعنا. اول شيء لازم تروحون لم دوله موضوع فيه سهالات وما يطول، ما هو بطقه والحقه. مثلا عندك دول الشنغن بأوروبا، هذه موضوع فيه يدبل تسبدك ويغثك تقعد شهرين ما اطلع عن جوازاتك. اوف شهرين كذا انتهت الاجازه يا ابوي. هذا ايش زين لكم انتم اللي ما خططتوا له من بدري. طيب وش الحل؟ نقرب ورقات البلوت ونكنسل السفر. مو بالي اللي تعوق معي، ما لكم الا اسنعكم بسفر وحجوزات، بس ها بشرط. وشو؟ أروح معكم. لا يا شيخ الحين القطة يلا يلا تكفينا، تبي تروح معنا بعد؟ علشانك ودلعم أضبطكم، بس ها جيبوا لي صحن شاورما عربي وازهل والباقي. كفو! وبتذا سنعتكم بأحلى سفر لمدة 10 أيام، 15,000 ريال تذاكر وسفر ومعيشة. يا أخي ما شاء الله تبارك الله على ذا الولد، وشلون كذا؟ ما قلت لكم يا عيال بيضبطنا؟ بالمناسبة هذه يحضر لك أحلى شاورما عربي. مشكور يا أبوي على هذه الخدمة اللي ما راح ننساها لك طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجزوا سفر طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجزوا سفر طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجزوا سفر. يا جماعة اسمحوا لي أنا ما أقدر أسافر معاكم لأنه جوازي منتهي. يا رجال ما دغينا عنك ولا طقنا لك خبر، حجزنا وقضينا. يا رب تخرب عليكم السفرة. طول العمر طول الدهر كفتة كذا ما في سفر. طول العمر طول الدهر كفتة كذا ما في سفر. هاي عيال أغراضكم كاملة؟ إيه كاملة وجاهزة يا ابن الحلال. شو فيك أنت؟ هلا حولت كاش ولا لا يا ياسر؟ أفا عليك محولها خذ. لا 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 خلها معك، انا معي فيزا اتعامل بالفيزا. ايش فيك انت؟ حبيبي ما توهقني، متفقين من يومنا في الرياض ان القطه معك. خذ هد اللعبه عيال، خلونا نطلب سياره من التطبيق. اي تطبيق ابن الحلال، شرايحنا كلها سعوديه ما فعلنا تجوال. اي والله انك صادق، بعد شوي نشتري من شرايحهم، والحين خلونا نروح بتاكسي. اوكي اوكي. هي ما تشوف انت غبي. واتس رونج مان؟ هي هي اهدى 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 اهدى. وي ار سوري وي ار سوري. سوري مين يا عمي؟ خليه يروح ينقلع بس. لكن شريك هو شابة ما شفت شلون طقني. Hello, you need a taxi sir? Yes, please come. يلا لو شينا. يلا خلاص يا أبوي روح. يوه هذا وقت حمامي ابن الحلال، وين ما استويتها في المطار يا أبوي. ما حطول دقيقة وحجي. أخلص لا تتأخر. يا عيال الوضع جوع، دورونا على مطعم عربي. أبي مندي. شو ذا القروي؟ بطني ولا بطنك؟ يا ابن الحلال بطنك بس رز رز دجاج دجاج. يا أخي خل نغير نشوف شيء جديد. لا يا شيخ تبين أروح مطاعمهم وأكل خنزير؟ يا ابن الحلال ما حد قالك كل خنزير، عندهم أشياء ثانية وأكلات حلوة. يا جماعة فكونا من ذا النقاش، بعدين لاحقين على البلع. شوفوا لنا عبسي ذا اللي راح وتأخر ولا جاي الحين. خلاص أنا بروح أجيبه وأجي.
followed your car from the airport to here. You are Yalid in disguise and called him Yagabi. Ana Gabi. Ana. You think we don't understand Arabic? I am sorry, Sadiq. I am sorry. You are in my country. You should respect me. No? وين شكش؟ سم. وش اللي سم؟ وين شكش؟ ما ادري. يا ليل. شلون ما تدري؟ وين انتص؟ حسب جاكم. يا عيال. يا عيال ترى ما ينفع كذا، ما ينفع ابدا. مشينا كلنا ندوره، يلا يلا. لا لا انتم روحوا دوروا وانا بقعد في السيارة عند الشنط. لا لا لا، انا اقعد عند الشنط، انتم روحوا. وش ما ادري عنه بعد الله يهديه. انزل وشق لكن عنده اخويا ولا شيء. اكسكيوز مي. يس. ديد يو سي امان قلنا خشمه كذا. هاز نوز مفغوص ابسي هذا. يس اي سيم هيم. وير از هي؟ اي هاف سين ذا بوليس مان از تيكينج هيم فور ا بوليس ستيشن. واي؟ اي دونت نو. ثانك يو ثانك يو. بالله تركي فهد، والله ما كان قصدي، والله ما كان قصدي. كله اسكت اسكت، نكبتنا انت وجهك، خلني اتصرف. اص سوري يا قصر. ليت مي اكسبلين واتس هابن. وات هابن از That's it. He didn't mean to harass her. He entered by mistake. We don't care about intentions. We only care about the law. And this calls for a ticket. And he should pay a penalty. Pay a penalty? Under which law is that? You could either pay or leave your friend here for the night. شفت؟ الحين بنطلعك من فلوس القطة. اوكي افس وقول باي. حسبي الله ونعم الوكيل. Excuse me, I found the reservation and there's a name for only one room. One room? How could this be? We booked two rooms. Every room, two single person. The reservation is confirmed for only one room, for both Shukush and Yasser. Can we book another room? There is no other room. The hotel is full. وش تقول ذي؟ أبد. تقول إنه ما في حجز إلا غرفة واحدة بس. أما عاد. للسبايك هذول. ايه اسمع، انا تعبان وابغى انام، ورجكم البايخه دي لا تدخلوني فيها، والغرفه هذه حنام فيها، واللي نكبنا ولد عمه يتصرف. هذا نظامك؟ بعدين وش دخلني انا؟ اهدوا اهدوا يا جماعه، وش فيكم؟ ترانا في اوتيل، لا تفضحونا، فكونا من الهواش. اقول يا عامر، شوف، ايش رايك لو نطلع انا وياك ندور اوتيل ثاني؟ خلاص؟ وهم هذولي
يسكنون في الفندق. أجل كذا أقدر أنا أقول أباخذ شنطتي بكبر راسي وبنام وبشبك على واي فاي الفندق، وأي شيء يصير معكم طمنونا على الواتساب. فمن الله. أبوك يا السحبة. I am sorry. أبوك يا الزلايف. رجال مرمطة. You again? Yes. What happened? Why are you out again? Because we have a problem in the hotel booking. Now? How? وش ذا الريحة؟ إيش هذه الريحة؟ حمام في كذا الغرفة؟ أنا أول مرة أشوف غرفة ثلاثة في ثلاثة. يا ابن الحلال أنت متأكد هذه الغرفة نفس اللي شفناها في الموقع؟ خلنا نلحق على العيال إن كانهم ما راحوا. يلا يلا. ياها وربي ما هانت علي الصحوبية أسيبكم. وش جابك يا السحبة أنت وياه؟ أفا يا عيال، يعني تهقونها مننا نترك أخويانا يتمشون يدورون فنادق وننام؟ إيه هذا عشمنا فيكم. كفو كفو قطيب. الله يكبر دكتور عمك. أقول فكونا من البربرة حقتكم مضيعة الوقت، خلنا نشوف حل هالمشكلة. Yes. Do you know an hotel has a plenty of rooms? I think it's a little bit hard now. Because we're at high season and the hotels are busy and full. What is the solution? I think I can take you somewhere to find the available rooms, but the rate is gonna be too high for you guys. وش يقول ذا؟ يقول انه يعرف مكان بس انه غالي. يا ابن الحلال اهم شيء ننام ونرتاح وبكره يصير خير. وهو صادق. كفو يا التاكسي الخبرة. والله حبيت الادب يا انا. اوكي يلا يلا عيال مشينا. اوكي يلا. هلا بالعيال. دركسوناتهم منا ومنا. The hotel you told us is far from here? No. We just almost there. The problem. Can you help me out, please? Yeah, sure. Thank you. يا ليل ما هو بوقته ابدا. قسم بالله يا همعوك سمعنا وين ما نطقها عوجه. صح لسانك ابوي قصيده حلوه بس ايش يعني معوكسه ذا؟ اقول ما ودك تعضلك على شحمه لا اصنك على اذنك. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على عيال بعض الناس. ايه وش تقصد؟ ترى ادري انك تقصدني ما لها داعي تفهم ولا لا؟ اقول ما ودك تسكت انت. هدوا هد الليل يا اختي. رجال واطين. وانت شغلتنا. حبيته حبيته. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقه. عيني ابلع الخامس. اذا فيك خير عطني برشلونيا. هذه سابع مره ركك به. اذا شكش رجع من السفر اخليه يدق راسك دق. مر على طار شكش وش زينون عيال الحين؟ ما اعرف بس الى الحين ما نزلوا سنابات. ايه تلقاه فالين والده والدينا شوكه في هات ومطاعم وشلهات.
رزاق. انت قد سافرت برا خارج المملكه زيهم؟ يا ليت والله، اشمسيه ما تعديته. وكيف صار عندك خبره في الحجوزات؟ هذه خاله لي زهمت عليها كل يوم تروح ورجلها لمصر تزين عمليه تجميل تكميم، الزبده انها تتسافر. قالت اولا يا صالح ضبطا، بس ابشري وانا امع طلابته. معطوه معطبوه ومن موقع الموقع من موقع الموقع، وصرت عقبه خبير حجوزات. يعني اذا بغيت اسافر اكلم خالتي عائشه؟ هذا استيمه يا ولي، بس حسبت اني قاعد معك. ميغاري لك راقي دا تفير ماشي بينا خاك شافي بيتا كاي تريتك يا تغلاني شكرمتكي شكرمتكي شو مايمر شنا شنا كت 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 ما شرطيت كت وير بغوري ارتيما خلقمك دي كتا شنا كاي تريتك يا تغلاني ساينر ما اتخيات واتكني واتكني كتي واتكني تفيدان السوات يا عيال. انا خلاص انا تعبت، ابي اروح السعوديه وربي تبعبلت عليك. خلاص يا شباب لا احد يتكلم مع احد، الثقه صارت 0%. خلونا نشوف لنا دبره ونروح للسفاره. أن جيت والله جابك. يا لب قلبك دبرنا يرحم والديك. جيتنا من السماء، من يوم ما سمعت الشيلات كذا رجعت للحياة، مع أني ما أحبها. مرحبا بو. تكفى يا ولد العم بزعلنا، حنا انزرفنا، تكفى بزعلنا. What happened to you? What happened? شو السالفة؟ We are so sorry. We thought that you are an Arabic. Because you are listening to this song, Sheila. This flesh? Some tourists forgot this flesh here. What do you say? Abad يقول إنه واحد من السياح نسى عنده الفلاش ميموري هذا اللي فيه الشيلة دي. Listen, we have got nothing. We lost our money. Our passport been stealed. Please help us. Okay, okay. Don't worry. You are safe now. I will take you to your embassy. What do you say next? أبد يقول أنتم في أمان وأنه إحنا نثق فيه وأنه بيساعدنا. لا لا ساعدنا وشو؟ يلا يا عيال. Trust me, you are safe. طيارة طارت فوق يا بابا وفيها حبيبي. ها بشر يا مدير الجروب، زبطت المزابيط؟ سنعتك بأحلى سفرية. تقول وينك من مبطي؟ والله يا تبي تستانس. أركب الطيارة وذا والله حماد. شيخ شوف أسمع، زبطتني حزبطك شاورما لرجل المهمة. عربي دبل عليك أشكي بالمخلل. أركب بديتي حنا شباب. خاف الله في أبوك المسكين الكبير في السن هذا. أنت ما تفهم ولا إيش؟ قلنا حجر يعني تنطق في البيت. والله ما خلطت أحد، بس عيال استراحة. وأنا وش أضملي إن ما في واحد من ربعك بالاستراحة راح لأسبانيا ولا إيطاليا وفي هالمرض هذا. أذكر الله يبا أذكر الله. لا سر الله قبل ما أشوف وجهك. العالم فوق تحت، أمراض وكورونا وموت وحياة،
والداخل طالع داخل طالع داخل طالع، وش تسوي؟ يلا راح اجيب خبز عجل. توك تقول لا تطلع ولا تدخل. اطلع للضرورة، راح اجيب خبز وعجل لا تبطي. سمي يبا ابشر. مد يدك اخر مرة، مدها زي الناس اخر مرة، والله ما عودها. اعرفك ما تسمع الكلام انت كمان. خلاص امي ايش فيك تبتينا؟ اسكت بس، ابغى برد قلبي من دي البكتيريا والفيروسات، ابغاها تموت. كذا انا اللي حموت؟ ايش فهمك؟ هذه خلطة حبة سودة والبان وبخور جاوي، هذه استهتم ديتني الخلطة. يا مساء الخير يا باشا. ارجع اترك مسافة بيني وبينك، ارجع ورا. حاضر. كذا كفاية، التفت من هناك وانت تتكلم، لا تناظرني، لا تتنفس وجهي، التفت من هناك. حاضر. التفت ايه؟ هو حضرتك مرات اخويا علشان التفت؟ تنكت انت وجهك، سوي اللي اقولك عليه ولا اكثر. حاضر. حسابك 47 ريال. طيب ماشي، دول 50 يبقى لك 3 ريال. عد معايا 1 2 3. اتفضل يا باشا. لا لا ما امسكها، حطها في جيبي. ها احطهم في جيبك ازاي؟ هو انا لعيب كره سله عشان احطهم في جيبك؟ حطها في جيبي لا اكثر. احطها في جيبك. حاضر اهو كده حلو. حط الاكل وانقل. يلا خلاص ماشي، بس خلي بالك الشاورما دي انا اللي ماسكها بايدي. الله لا يوفقك. يقولون الله يكافينا الشر، المكرونه هذه اذا دخلت بالانسان خلال 24 ساعه تقتله يموت. يا يبا اسمها كورونا مو مكرونه. بعدين جروب الواتساب ذا حق الشيبان لازم اشوف له حل، من وين تجيبون المعلومات؟ كل يوم نسمع عن حالات شفاء. مكتوب قدامي يقولون ان المره سبحان الله علاج لهالمرض واحده بواحده. انفاس هي يا يبا، هذا مرض غريب، علماء ومختبرات دوروا له علاج ما لقوا، والناس تقول مره. لا تصدق. اسكت بس خلنا نسمع الاخبار. ان اكثر وفيات مرضى الكورونا هم كبار السن. ابلش تزعل النعمة أنت، ومزعجنا قبل ما تجي الاستراحة. أبي شاورما، أبي شاورما، طاقني الجوع. خلاص ما أبي شيء، انسدت نفسي. ياسر حبيبي كل عشان صحتك. أبعد عني، لا تلمسني، والله إن مديت يدك أكسرها. أبعد عني، أبعد. إيه فقي دامك موسوس كذا، ليش تجي الاستراحة وخرب جونا؟ ترى أنا قاط زي زيكم في الاستراحة، تبي نقعد في البيت ويطقني الوسواس؟ وخر وجهك عني، لا تناظرني، لا تنفس عندي، وتنفسك هناك، تنفس هناك. إن شفت وجهك قريب عندي صرتك ثاني مرة. أبعد. واو. هلا عامر. هلا والله، يلا حيا. إيه سلام نظرة حبيبي، مصافح ما فيه. أقول عاد سلم بلا وسوسة. يا أخوي ما تسمع أنت. السلام مصافح ممنوع، السلام نظر. ما يرد من الرجاجيل الارض يا عامر. لا يا شيخ، قلبتها مرجله وشعر. اقول العالم كله قالب كورونا وانت مسوي لي فيها. روح استراحتكم الله يستر عليك.
المرضى. هذه فوائد الحجر الصحي. هذا العبود ساكت بس. يا ابوي اللعب ما يجي كذا، الكيس ده يزحلق اليد. لا تتعذر يا مهزوم. سلامات يا عيال مكيسين اليدين، مرات بسيارة هي. ايه انا مكيسها، واللي بيفكها بكيس راسه، تسمعون ولا لا؟ يا عيال اسمعوا، يقولكم من اليوم وراح ما عاد بو زواجات. شلون ما عاد بو زواجات؟ يعني الواحد ما راح يتزوج؟ لا يعني ما عاد بو حفلات زواج ولا عزايم ولا عزا، اي تجمع ممنوع. هذا الصح، علشان يحدون من انتشار الوباء، عاد يحضر بيتزوج الحين يا عيال. لا سفر ولا قاعة افراح ولا شهر عسل، بياخذها من بيت ابوها وعلى طول بيروح لبيتهم. ايوه امي يا انا في الاستراحة. ابشري ابشري دحين جاي. مع السلامة يا جماعة، امي تبغاني في البيت تقول هيا ارجع. يا شين هاي عيال، ابوك المبزرة، تخيل كذا تدق عليك امك قدام اخوياك تقول لهم مع السلامة يا عيال أنا بدزها للبيت. أنت ما تفهم ولا كيف؟ كم مرة أقول لك تترزع في البيت؟ قوم قدامي يلا. أنا بقول لك قوم قدامي. أنا إيش يضمني واحد فيهم ما يكون مريض ولا بيختلط مع ناس عندهم كورونا؟ لا لا أبشرك، شوفي معنا معقم معقمين كل شيء. سد حلقك، أنت في أحد كلمك؟ إن شاء الله. يلا قوم قدامي. سمي أبشر. يلا. يا كفتة كفتة. الله يعين عامر على ذا السعلوة. أعلمك ولا يعطيتك واحدة بين عيونك. أنا استاذن. الله يحميك يا ولدي ويسعدك ويرضيك ويبعد عنك الأمراض وأولاد الحرام يا رب يا رب يحميك. واه شكوش؟ وهذا مين؟ يا مفتري، ثلاث ساعات انا رايحه وراجعه، قال ايه ادعي لك ربي يحميك ويسعدك وانت حاطط لي مخدات مكانك؟ ولا معقم ولا كمامات ولا قلفزات؟ ايش مخك هذا يا شكش؟ تبغى تدمرنا؟ حتجنني انت، حتجنني. هذا وشي اذا شفت باب البيت بعد اليوم. امي امي افتح الباب امي. اقول يا صويلح عمر، ما تخبر لي حلاق كذا كويس اقدر اضبطه كذا يجيني البيت؟ لا والله، واصلا ممنوع الموضوع ذا، عليه غرامات وعليه عقوبات. وش تبيبه انت؟ مو هو بشغلك يا اخوي. ابي حلاق بحلق دقني، بحلق وجهي، بحلق شعري، شف ها ناظر. ترى عارف احلق انا بس ها ب50 انقد. والله يا اخوي خذ 100 خلصني فكني. نعيم التركي تبي شيء ثاني؟ الله يرحم والديك، انا ما راح انسى لك الوقفه ذي والفزعه طول عمري. سويلح عمر، هات المرايه هات المرايه خلينا نشوف ابداعك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وش ذا الوجه ذا؟ وجهي ولا مقفز بيريه؟ هذه الموضه. وش اللي سويته تقول لي موضه بموضه؟ شل شل الشرب فكري بسرعه. متأكد؟ ايه متأكد بسرعة، لا يجي احد. شيل الشرب شيل الشرب. عاد خشك. الله يوفقك الله يوفقك. شيل زين وقتي. ايه بعد من مين مين مين. ايوه ايوه خش 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 منتج. الحقيقة يا عمي أنا جايك وبدخل في الموضوع يعني على طول، أنا طالب القرب منك وكل فخر أطلب يد بنتك. يا هلا والله ومرحبا، حيا الله ولادك خيي، الله يغفر له. بس تبي الصدق عاد، من شاف حلاقك
عز الله حتى الشغالة ما تبي تتزوجك ولا تبي تشوفك بعد، ولكن تدري حياك الله. أجل الحمد لله بدامك موافق. أنا عجل ويا ليت لو نخلص. صدقت يا ولاد أخي، خير البري عاجلة. بس وشلون نرتب الموضوع الزواج؟ أنا لو علي أسوي لها عرس وزواج يسمع عنه الشرق والغرب، واجيب لها ماجد المهندس وبلقيس واحلام ومحمد عبده، كل شيء اجيبه، واسوي لها شهر عسل في كل مكان. بس كورونا 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 يا عمي. يا ليت لو نكتفي بالمهر وناخذ البنت ونخلص. ايش رايك؟ اثريك مخطط وتبيها سهلات على ما قالوا. دقيقة واحدة. أقرب يا ولد خيي. شف، بما أن الموضوع كورونا وما كورونا ولقيت عذر عليك التالي. هنا تحط المهر، وهنا طول عمرك تحط مصاريف الزواج، وهنا تحط مصاريف السفر. وبما أنك لا تستطيع السفر ولا تستطيع حفل الزواج، عليك بدفع المبلغ كامل وكاش 250,000 ريال. وش رأيك؟ طلعتها مني يا حسافة الحلاقة. بس شوف الباب بطلع. الله يحفظك. واخر يا ولد على الباب، ولد خيب يطلع. تفضل. أكثر موقف محرج صار في حياتك؟ على أساس فاتح موضوع يعني؟ أيوة. طيب طفش، ما في مواضيع نتكلم فيها. ما بقى إلا تقولي لي وشكلتك المفضلة. عادي، إيش المشكلة؟ المهم إننا نتكلم. هذه من إيجابيات الحجر المنزلي. بعدين يعني أنا أتوقع آخر مرة تكلمنا فيها كانت في شهر العسل، ووقتها كنت أسولف تسليك كذا علشان ما تلاحظين إني ما أعرف أكل بالشوكة. أوكي؟ يعني بتصرفني حاجة زي كذا. عامر سمي بو. عامر عامر، ابروح لابوي. اوكي طيب يا عامر. التمر زين على اسم التمر. دائما كذا، انت ما عندك اسلوب. سمي ابو عامرني. ابو صالح جارنا اتصل فيني بالتلفون يقول ودي اجي اتقهوى وياك. روح افتح له الباب خليه يجي. هماك تقول لا تطلع ولا تروح ولا تخالط أحد، الحين تبي تجيب خويك عندنا بالبيت؟ أبو صالح ما فيه مكرونة ولا في خيره، متأكدين؟ راح افتح له الباب وخليه يدخل المجلس. أبشر أبشر، خلاص أنا ضبطك. أبو صالح، أهلا. حيا الله السلام نظر. شلونك عساك طيب؟ وش رايك تخاويني يوم الله جابك لابو عامر؟ انت قهوه عنده؟ يا ابو صالح الله يساك خير، خفوا من التجمعات، خفوا من الراحات والجيات. صدقت صدقت، بس انا وابو عامر ماخذين احتياطاتنا، لا نجتمع مع احد ولا نختلط بحد، وهذا ما يمنع ان نجلس مع بعض ونتقهوى في نجيل شاي. الله يحفظنا ويحفظكم، انتبهوا على انفسكم، انتبهوا على عيالكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ابو صالح احنا في وقت عصيب، الله يعديه على خير. صدقت صدقت طال عمرك، الله يجزاك خير. الله يجزاك. زين فمان الله فمان الله. الله يسلمك يا ابو عامر. طيب طيب طيب. السلام عليكم. البلد موجود؟ موجود موجود. سافرت خارج المملكه خلال هذا الشهر؟ لا والله ما تعديت الخرج. تحس انك مرهق؟ فيك حراره شيء؟ لا حراره لا، بس اني مسوين عمليه في العمود الفقري الفقره الثالثه، والدكتور يقول لا شيء شيء ثقيل. ايه ايه ممتازه. جايب فنجالك معك؟ ايه هنا. جاي اسمع، الحين تدخل تقعد بالزاويه بعيد عن ابوي. اوكي ان شاء الله ان شاء الله. اصبر، خذ هذه معك، البس الكمامه والقفاز. ان شاء الله. يلا
السلام عليكم. عليكم السلام يا حي الله ابو عامر. وش هيك؟ استوري انا وياك تردي الحين، وش هيك خفت؟ والله خذينا وياك بس. يلا حق. لا خليك 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 خليك. ها. خليك بعيد حبك يزيد. ها. الا قل لي وش هو لك صالح؟ ابشرك الحمد لله بخير. كنت قلقان عليه يومنا في اوروبا، لكن يوم جا الرياض تطمنت عليه. عاشهم عندك في البيت؟ لا وين البيت؟ ودوه للحجر الصحي. ارقد وامن تطمن. ما دامه بالحجر الصحي والله انا واحرص منه على عيالنا. صحيح صحيح. ما ابغى مسوي فيها مسيه. يا شباب بالله اهدوا شوي، خلونا نركز في المحاضره. اخويات بالايام العاديه راح تداوم، والحين معلقه والدراسه صامت تحضر كل المحاضرات. انا لو دراستي اونلاين كان اخذت الاول على الدفعه، بس اللي معجزني زحمه الطريق وسواقه الصبح. اؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. الله يحفظك ويرعاك ويعزك ويعز عليك مثل ما عزيتنا. آمين يا رب العالمين. عامر سمي يا شيخ. وين تروح له الله يصلحك؟ أبد طال عمرك، طفشت بالبيت قلت بتمشى شوي. تتمشى؟ ما تدري انه ممنوع الا للضروره. وانت وين رايح يا شيخ؟ انا بروح المسجد اذن. بيطول هالوضع يا شيخ. احنا في غمه اسال الله ان يكشفها. الرسول اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، تعوذ من الجنون والبرص والجذام وسيء الاسقام. الله يعين، الله يعين يا شيخ. من اول الناس اذا قعدت في بيوتها يومين ولا ثلاثه ما راحت لا كافي ولا مطعم، اطفشت وقالوا ملينا وزهقنا، لانهم عايشين في رخاء. ما ادري انهم عايشين في نعيم لا يقدر بثمن، الين جاء الفيروس اللي ما ينشاف بالعين وحبس الناس في بيوتها. يا عامر الشدايد تعلم العبر والدروس. الله يكفينا ويكفيكم الشر ويفرج همنا. امين. جزاك الله خير يا شيخ. راح لبيتكم يا ولدي، راح لبيتكم. ابشر. لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، آمنت بالله وعليه توكلت، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يتقبل منك يا عمي. الله يقبل الجميع بنيتي. والله أنني عرفت نفسي، عمري ما تركت الصلاة بالمسجد، الحمد لله رب العالمين. هاي لا. ايه يا عامر، لو لحقت ايام جدك الشيخ عامر تما صدق عيون، كان شيخ قوم وش رجالهم ذاك الوقت، وما دخل معركة الا وهزم فيها كل الاعداء. وش عندك يا عامر في ذا؟ اناظر صورة جدي عامر. تدري شو منيتي يبا؟ خير؟ اني لو عشت حياته ابى اشوف بطولاته وشجاعته
جدك عامر ما توصل مواصيله، جدك عامر فارس وشجاع من أجل جماعته. لا تتحرك، خليك ثابت. يلا بابا سوي تنظيف. لا بعدين بعدين، انا مشغول الحين، بعدين سوي تنظيف. اوكي جاهز الكفته، ترى ببدا الحين. ها يلا كفتة. الله الله على زمن أول، زمن الطيبين، زمن المرجلة، مو بزي الحين يا أخوي. تراك أزعجتنا، صجيت شلخت روسنا في ذا النجل. إيش اللي زمن طيبين؟ زمن خلاص، زمن الطيبين راح، الحين أنت بأطيب زمن. لا يا شيخ، والكورونا اللي لعبه في العالم. شف هذا المنفاخ أثري شريب 200 ريال ما تلقاه بهالوقت، أنتيكا. يس يس يا عيال، نجحت تجربتي. يس، أي تجربة؟ تجربة السفر عبر الزمن، يعني تقدرون تسافرون وتروحون أي زمان وأي مكان تبونه. أبوك الفلة، أبوك الفلة، وش فيك نخلص من هذا ونجرع تجي أنت تقول لي زمان وما زمان؟ أقول شغل مبزرة وكلام فاضي ما أنثب أقعد أنت وياه. هي يا أبوي، أنت إيش خسران؟ خلنا نجرب. شكو الصادق، انا جربتها بنفسي، والله تجربة حلوة. يا عيال وش تنتظرون؟ يلا مشينا دزوها. هيا هيا. النظام فيه وحدتين، وحدة تحديد الزمان ووحدة الانتقال، بس لازم احد فيكم يقعد هنا عشان يشغل النظام. مو انت تعرف له؟ اقعد عنده. لا معليش، ابي اروح معكم. اجل خلاص كفتة، مو بنت رحت؟ ياوا اجل خلاص اقعد انت. لا لا ابغى اجي معاكم. وين تروح؟ في اي مكان. اقول انجلع انجلع انجلع. شوف شوف ذراع الزمن، قدمه بشوي شوي لين يوصل اخر شيء. حلو صح صح. ياوا بعدين اضغط انتر. خلاص صح صح. تعال تعال بسرعه. استعد يا جماعه. وراه يضحك ذا؟ ما أدري والله. حقك الجهاز؟ إيه حقي. ما شاء الله عليك كويس.
تستفيد. أتحداك الزمن البطل، هذا اللي أنا بيه. ها إيش جابك؟ طوّلت يا جماعة، قلت ألحقكم. وش اللي طوّلنا مر؟ مودينا الحين ورجعنا. ما هو؟ ياسر تكفى، شوف لنا الحل. يا عيال تكفون، اسكتوا شوي خلوني أفكر. يا عيال مو بوقتكم الحين، خلونا نستكشف المكان وفي الأمة هنا. دزناها يا عيال. وش المكان الغريب اللي احنا فيه؟ وش مكان غريب انت وقتك؟ انا متاكد ذي ديرتنا. يا امي والله اني خايف يا جماعه. لا تخافون يا عيال، خلونا نروح لهم. امشوا. القم خزون يا رجل، القم خزون يا رجل، دخلوا الحريم والورعان وعطوني البنادق بسرعه. الحنشل الحنشل يا ورعان، الحنشل يا حريم. عطوا البنادق. الحنشل 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 الحنشل، ارواح ارواح ارواح. هلا والله بزمن الطيبين، هلا والله بزمن الطيبين. عجيب والله. وش شابكم المضاربنا ها؟ يا عيال يتكلمون زينا. من انتم ها؟ انا عامر وهذول يا اخوياي وهذاك جدي اللي يقول عجيب والله. هي يا شيخ هذول عيون الحنشل. لا والله ما احنا بحنشل، احنا ما جينا الا نبي الخير، وجينا عن طريق الجهاز حق ياسر. حنشل؟ هجل يا الرجاجيل، خذوا الحنشل ضارة وحطوهم في خيمة صيتة وربطوهم وخلوا عليهم اثنين من الرجال يحرسونهم زي ما قال الشيخ. جدي جدي أنا ولد أبوي صدق. بكل علم ويش الشيخ جالب له خمسة رجال مدخلهم الخيمة، شكلهم حنشلين جديدي يحقبون أكلهم، ما يأخذون قسمي وراسي يشم الهواء. أجل تبيني أعلمك، لا تأجل غزوك. الليلة هالليلة نغزاهم وناخذ حلالهم. أي والله بغزاهم، أبا غزاهم وبدكم وسط خيمتهم. مش أنا يا حيالي اشرب حمريت. هذه اخرتها، هذه اخرتها، جايبنا من تقول لي من زمن زمن وزمن الطيبين زمن الطيبين. يلا ذق ذق ومرقه عظم. لا تهايط، الجود من الموجود، لو عندهم غيرها كان عطونا. يا ابن الحلال ما دامنا وصلنا زمانهم خلينا نشوف وش عندهم. ليش ما حلفتي لنا من العنزه يا خالة؟ العظم هذا ما يمشي، نبغاك تحلبي لنا من الشيء اللي اسمه عنزة برا. اي تكفين، نبي من العنزة. والله يا وليدي الحنشل ما خلوا لنا شيء، سرقوا حلالنا كله وما بقى لنا الا هالعنز، نحلب حليبها ونشربه هالبزران. يا صيتة سم، انتم وش تبينهم جالس تسمعهم؟ لا تعطينهم وجه. وانتم يا حراس
ربطوا الرجال ربطهم زين لا ينحاش منهم احد. انا اقول يا شيخ الرجال اللي احنا طرحناهم ما لهم الا من اذا تسيهم ذتا، وش نرحمهم له؟ هذول ما يرحمون يا شيخ، وش نذبحهم؟ انا اقول يا شيخ عندي راي، هل نحطهم رعيان نستفيد منهم. حلو كاد يا الربيع، الحنا صرنا مكشوفين الا الحنشل، نبي نشد شرق حفاظا على عيالنا وحلالنا. الله الله، اقول يا محماس ابشر يا شيخ، روح للشيخ اللي حنا بديرته وقل له ترانا هاليومين شديد. كفو والله البشاره يا شيخ البشاره، جيتك البشاره طرحنا دعار، وين هو فيه؟ تفضل معي يا شيخ الخيمه الصيته. يلا يا ربيع يلا يلا يا رجال، ما دام مسكنا المجرم باكر نبي نقص رقبته وقدام الجميع. دخيلك يا شيخ دخيلك دخيلك، والله اني بري يا شيخ والله اني بري. تكفى سامحني سامحني يا شيخ سامحني هالمره. اقول اسكت ولا كلمه. استاهل. كيف كذا؟ على طول قصوا؟ ما عندهم تحقيق؟ شرطه؟ محكمه؟ ما عندهم لا شرطه ولا محكمه. الله يهكمك يا شيخ. الله يهكمك، هذا 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 وجه البلاء هذا، الله يهكمه. انتوا آلتك هذه حقت الزمن. يا اخوي ما لقيت تجيبنا الزمن الذبح والمذابح والذبيع، ولا ذا الشيخ الفهي حقه وما هذا القرار يذبحنا. اسمعوني زين يا رجال، نبى نتغفلهم وندخل دخلة رجال واحد. اقول يا عيال هذا وقت النحشة. شو يقول يا عيال؟ صاحي انت شويش شويش وش نحشته؟ شق ذلبر بالليل؟ مو بالحين مو بالحين، الحين اكيد القبيله نايمين وهذولي الاثنين بيريحون، هم قاعدين طول اليوم كذا، صح ولا لا؟ اباكم تثورون فيهم كلهم، وانت اباك تقص الحلال كله على خشم على الشحن. تروح بسعد يلا يا رجل ثوروا ثوروا. شباب ما سعد انا اخو شاخه، جانا الحنشل جانا الحنشل حرم الحريم، ضبوا عيالكم ضبوا عيالكم ضبوا عيالكم. يلا عيال هذا وقتها، فك عبالكم الحريم الحنشل الحنشل الحريم ضبوا عيالكم. يلا الحنشل الحنشل دخلوا الحنشل الحريم دخلوا الشيخ دخلوا الشيخ دخلوا الحنشل الحنشل دبر الشيخ رجع الحنشل يا حبيبي دبر الشيخ. والله اني مسكين، والله ما عندي شيء، والله ما عندي شيء ابد، الله يخليك، والله ما عندي شيء. وش ذا يا جدي؟ وين اللي يقولون شجاع ويخافون من القبائل؟ اخرتها كذا. اتحداك سلقى اثرك مني. اوفا. نعم. دقيقة! عطني دقيقة يا ابوي وين ابوي وين مات؟ وين مات يا رجلي؟ كثر ويا ارمي المسار. لو سمحت ما عندك رابح؟ وشو رابح؟ طب حنا الغريب. اقول يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا والله بالضيوف، هلا والله بالبطل عامر، هلا والله بربعه، يا هلا بضيوفنا يا ولد. سب سب القهوه للضيوف سب. اي يلا الضيوف اول. ها سب 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 سب
مبروك يا شيخ ردت الحنشل، عزلها انها ثلجت صدورنا يا مناحي. لولا الله ثمنا عامر وربعه ثم ردينا العدو، لكن هالحين هم ضيوفي ومحلهم بعد. الله حييهم على العين والراس يا شيخ. يا عامر سم، ما هو بنت سم، اذبح والعنز وعشوا فيها الضيوف. ابشر طال عمرك ابشر. يا شيخ برجس انا طالبك انك ما تردني العنز، خلها للاطفال يشربون من حليبها. تم. أقول يا عم عامر سم، ما عندكم دورات مياه هنا؟ مياه؟ وش هنا المياه؟ أكرمك الله حمامات كذا بقضي حاجتي. رح للبر على الرطوب، رح أقول حاجك هناك. أوف خلاص رح أنت. تدري إنك تقرب لي؟ ها؟ أتكلم جد. أنت وليدي شكلك عليك قل صحة. أنت جدي، حتى بالأمارية أبوي بالبيت يقول عجيب والله، حتى أسأل العيال صح ولا لا؟ صحيح عجيب والله. هذه أبكر حقو أبكر حقو الحاشرة، خذوا خويكم خوينا. إيه هذا حقو خذوه. ها؟ وش السوات الحين؟ أقول وش السالفة؟ خوينا الخطف يا عامر. سب رح معهم وقص الأثر. الصبح ربح الله يبارك فيك. الله لا يحيي هالوجه. اتبعني الحين ارفض راسك بالطلقة وخلي راسك قطع جنبك. والله والله ما اقول ايش الحين. علمني انت والهلايم اللي معك، حتى جايين للقبيلة علشان تساعدونهم. والله والله ما لي دخل، ما لي ما لي دخل، كله من هذا المهايط يا عامل، ما لي دخل. انا الحين ابغاك تربط فم هذا ابغاك تربط فمه وتحطونه هناك. احنا رجالنا بنصفي روسنا، نبي نرقد ونعيم من الله خير، من البارح ما ذقنا النوم ولا من صحينا. انت والله اللي بيني وبينك كلام، لكن هين شنو يا رجال شنو؟ تكوى يا زين. قم يا رخمه، قم الله يرحم والديكم. قم يا رخمه. الله لا يوفقك يا عامر. عقب فمك لا تفتح، اذا ما حط السكتون في فمك. عقب وقف عندك انت وياه. وقف عقاب كاي انت بتفتكونه. لا والله لقيتوا برجولكم، لا والله لقيتوا حقي وباخذه، وانتم جيتوا عندي ليا. قم قم انت قم. يلا 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 خذوهم خذوهم يا ريجي خذوهم ودهم هناك. سيف عطر العود عطر العود عطلها العود اللي لابد هناك، خليه يجي. امشي امشي قدامي انت وياه امشي امشي. رحم الله الوجيه. انت شو اسمك يا ولد؟ عامر. عامر وش عندك انت والوجيه البارده ذي هنيا؟ اقول اهرج اهرج يا بيبتي يا ريجي اهرج. اسف اسف. شو عندك هني انت وخوياك؟ وش عندك؟ حنا ضيوف الشيخ. ابشر والله بالضيف اللي تطيب راسك. الحين ابى انفضك بطلقه وباك تسلم لي على الشيخ السلام الكبير. ويلي وانا شكلهم جند. كل كل علموا ايش رايجي؟ كل علموا كل رفض لك تفا هذولا. اقول يا ولد انا هلا صالح. ايه بالاستراحة، تجيب حالة معك. يلا مع السلامة.
وش اللي بيدك؟ هذا جوال تكلم فيه الواحد من بعيد. ما خلوا شيء. يا عم لازم نرجعك بجهاز الزمن، هذا لا هو زمانك ولا هو بمكانك. وصادق. ماني برايح. أبقعد عندكم. براد وفلاه وناسه. لا وبجوال بعد. عامل وينك يومين ما جيت البيت؟ عجيب والله، عجيب والله. اركب هديتك. احنا شباب البوم. ايه شباب البوم يا أقول يا عامر لا تقرر أي شيء لين تسألني. أهلا تركي، كيفك؟ تمام توني. أهلين. مرحبا. هلا. وينك يا رجل؟ صرنا أسبوع ما شفناك. أبد والله، كنت مع حبيبنا عامر قاعد ألف على الديرة. أهلا وسهلا، تفضلوا أستاذ جاك بستناكم. لا 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 لا، ما يصير ذا الكلام يا توني. بصراحة 150,000 كثيرة على 3 طن عسل. احنا العسل في السعودية يجينا من دول مختلفة وفي منافسات كثيرة، وبصراحة هذه خسارة كبيرة علينا. ولا تاخذت هذا اخر سعر بمنحكم اياه بصراحه، لانه اول مره بتتعاملوا معنا، ولانه بعرف انه في علاقه صداقه بينه وبينك يا تركي، فبتمنى انكم تقرروا، لانه كثير مشغول وعنده مواعيد ثانيه. انا مقدر الكلام هذا من مستر جاك، بس ممكن تعطونا كذا 10 دقائق انا وزميلي عامر عشان بس يعني نتناقش شوي ونجتمع.
10 دقائق ما في مشكلة. تفضل خذوا راحتكم. تفضلوا شباب، هاي فرصة ما بتتعوض. تشاوروا ردوا لنا خبر. شكرا توني. صاحي انت ليش تماطل؟ انت بالصف قضي علينا. سعر الكيلو بخمسين ريال، يعني بالرياض تبيع بميتين بالراحة. هذه تجارة، لازم نفاصل في السعر عشان ناخذ أحلى سعر. يا شيخ طير أنت مسوي فاهم. وش ذولي؟ والله علمي علمك، بس خل نشق. يلا أرقد ناخد صوت خالي يا راوين درتيس. بس ميار دامي توت. شاد كار فينا دموتي شكارا
نبي واحد يتكلم عربي. شتاب اسكت يا ابن الحلال اسكت. هذول ما هم فاهمين علينا ولا بيفهم. وين برالي قدبات جيكي سادامي سيميغو بريبس غازرق كل اللوباشي ساكاكو سيسخلي سامات ليسكو ديكسي سامات زامتو تويته مخلصتان اخبر. We don't understand. No English. No Georgia. شتاب نبي محامي. هذا ظلم ظلم. ليش يتهمونا بالقتل؟ لا والمشكلة بعد يبي يحاكمونا. أزين خلهم يحولونا المحكمة أكيد القاضي بيكتشف براءتنا. ما أنت ملاحظ إنه العصابة واصلة؟ يعني الموضوع فيه فساد. كله منك ولا انا وش لي بتجاره العسل؟ تعال يا عامر بنسوي بزنس بنصير اغنياء بنكسب ذهب واخرته وشو؟ قضيه قتل. وانا وش دراني ان جاك متورط مع العصابات ولا يتفاعلهم الليتوات؟ اقول اسكت بس الله يخرجنا. قول هذا وش فيه كارهنا كذا؟ ما ادري بورتي Ha 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 ha
أخلبي مين من ذا قرودنا بيجوا أخلبي أوه إسن يا أخلبي أنا نعم تورع ودا قيت خلا وين ما بشي أربع زروب رقيت ببيري عندو لكن أخي شغوري قربة ما يورد شيشي نبولي Mime savunmuz bir çabuk. Mime savunmuz. Tavuk şalet. الحقير والله ما خليه اتركه اتركه يا عامر انا متاكد ان وراه شيء أراوي سارك، تشمي زدام خدو لو بيس دروش تشخو بيس موتخو بيسو بلبا تو تشخو بيجيندات أمي ساتيس رينكس موغي تخو كاسا جبيا كاسا جبيا كاسا جبيا كاسا جبيا داي شالت
بو مصارعة؟ مصارعة في السجن؟ لو تحملته شوي ما صار هذا كله. فوق ما احنا مظلومين، تبي نتحمل ذل وهانة؟ ما اقدر. انتوا شو مسوين للعصابة؟ وانتوا شنو راكب العصابة؟ روني اللي تحركش فيكم، وهو من عصابة معروفة بيسلطوه على الناس اللي ما بدهم اياهم بالسجن، وسبق وقتل واحد الاسبوع الماضي، وشكله ناوي لكم. انتوا شو مشكلتكم معهم بالضبط؟ احنا شهود على جريمه قتل شفناها، والمفروض انه ما شفناها. لحقونا العصابه بغوا يقتلونا، مسكتنا الشرطه وجابتنا هنا، والمحكمه ان شاء الله بتظهر براءتنا. تبرئكم، ترحم على حالك احسن انت وياه. العصابه ما راح تخلي مشكلتكم توصل للمحكمه حتى، راح تنتهي هون، والمسؤولين بالسجن متآمرين معاهم. ادخلت
أمان. يا اخوي احمد هذا مجنون، وشلون نبي نحاش من ذا السجن وسط هالحراسات المشدده ذي كلها؟ يقول انه مرتب الموضوع وراش الحراس. هذا مجرم ويشتغل مع عصابه. ايه بس عربي وخايف علينا. هذه مخاطره وخايف ننذبح فيها. هذا هو الحل الوحيد، العصابه ما راح تخلينا نروح المحكمه، واذا هي موته موته نموت وحنا نحاول. اشرف لنا. لا 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 لا, لا. أنا ما عندي استعداد أتورط مرة ثانية، ولا عندي استعداد أموت بطلقة رصاصة. أقول نم.
يا نجم. شلون ردت؟ عامر يا اخوي هذول صاملين. قلت لك ما صدقتني، والحين ما لنا الا خطه احمد ولا بنموت باي لحظه. شو ما تبي تقول له تاخي شانيكت مولدوفا. واخوياك ذولا يقدرون يساعدونا؟ نحن عصابة منافسة لعصابة أرنولد، مستعدين نعمل أي شيء لنتخلص منهم. عامر هذا مجرم زيه زيهم، لا تصدقه، لا تثق فيه. لو كلامك صحيح ما كنت ساعدكم تهربوا من السجن، ورح ساعدكم لتدخلوا لبيت جاك. متأكد أنه في كاميرات مراقبة جوا، والسلاح علي. تركي، ما هو بنت تقول أنك حافظ بيت جاك شبر شبر؟ صحيح. أجل مشينا. أدير سامي كاتشي بقليا كار كوير تيبا ظنك في حد هنا؟ ما بعرف
بس خليكم حذرين لبين ما نوصل لغرفة المراقبة. يلا مشينا. أقول يا شباب، أنا أخذ مكان غرفة المراقبة، خلوكم وراي. يلا. الحمد لله، هذا دليل براتي ولقيناه. هي بس أخاف إذا سلمتهم إياه يتلاعبون فيها ويخفونه. لا، أنا تعلمت الدرس وأعرف من سلمه له. يلا مشينا. يلا يلا. Yeah.